قال وإلا في الترجيح ثم التوقف. الترجيح هنا نحتاج المتواتر. إذا تعارض الحديثان ولم نعرف تاريخ أحدهما طيب وكلاهما مقبول هنا نلجأ إلى الترجيح، مو قادرين نجمع بين الحديثين خلاص لا يمكن. طيب والحل؟ حل أي حديث أقوى؟ هذا متواتر هذا أحد؟ لا خلاص قدم المتواتر. الأحد وارد أنه ضعيف، وارد أنه أخطأ بعض الرواة. طيب تعارض الحديثان أحدهما في صحيح البخاري والثاني عند أبي داود، لا صحيح البخاري مقدم على أبي داود، صحيح البخاري أجمعت الأمة على قبوله، وليس فقط البخاري هو قال هذا حديث صحيح، لا العلماء الذين جاءوا بعد البخاري، علماء الأمة الذين نظروا في كتاب البخاري كلهم قبلوه وقالوا هذا الكتاب كل ما فيه صحيح. فإذا هو يقدم على حديث في صحيحه أو في سنن أبي داود، هذا عند التعارض لا يمكن الجمع وكذا فيقدم الأقوى، أو هذا حديث مشهور وهذا حديث غريب يقدم المشهور، وهكذا يقدم الأقوى يقدم الأقوى. إذا لم نعرف الأقوى أو كلاهما في نفس الدرجة هنا يقال التوقف، ونرجع إلى القاعدة الشرعية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا يسأل غيره من أهل العلم لعل الله يفتح عليه ما لا يفتح على هذا، لعل عالما آخر يستطيع أن يجمع بين الحديثين أو يعرف علة لهذا الحديث لا يعرفها هذا، مثل حديث المشهور حديث كفارة المجلس، حديث مشهور وكل الناس يتداولون يقولون نبيه كذا. الإمام مسلم جاء إلى البخاري وقال له يا أستاذ الأستاذين ويا طبيب الحديث في علله ما تقول في هذا الحديث؟ فذكر له حديث كفارة المجلس، فقال هذا حديث مليح ولكن له علة، له علة. قال وما علته؟ فذكر له إسنادا أنه من قول عبد الله بن عون وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول أحد التابعين أو أتباع التابعين. فقال الإمام مسلم البخاري دعني أقبل بين عينيك وأقبل رجليك. فأحيانا أنت لا تتضح لك العلة أو لا تعرف الخطأ في هذا الحديث أو لا تستطيع أن تجمع بين الحديثين، فيأتي آخر اطلع على شيء لم تطلع عليه أنت، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. مثل الأطباء الآن، في طبيب يحتار في تشخيص حالة عنده فيسأل صديقا له من الأطباء يقول فلان عندي حالة كذا، قال لا هذه شوف حاول تنظر في هذا التحليل الفلاني ويطلع صح كلامه. فهذه مواهب الله يعطيها هذا لا يعطيها هذا، قد يكون حفظ أكثر من هذا، اطلع على شيء لم يطلع عليه هذا، وهكذا. فالتوقف ثم يسأل من يرى أنه أعلم منه في هذا الباب. نعم.